يخطر لي أن أسألك، أنت تتغنى بدمشق غناء على حد علمي لم يقله شاعر قبلك حتى في التاريخ القديم، ما دمشق؟ أهي تلك الحارة الصغيرة التي ولدت فيها، أم هي هذه الفسحة الجغرافية التاريخية الحضارية؟ سؤال أرجو. لا لا بالعكس، أنا إذا سمحت أنا لي أود أن أجيب على هذه الأسئلة الجميلة فعلا والذكية. شكرا. لأنني أعتقد أن دمشق اسم كبير جدا وأكبر من الأسماء جميعا، اسم حضاري كبير، اسم ثقافي كبير، اسم تراثي كبير، وهي في هذا المعنى تتجاوز حدود اسمها لتصبح الكون كله بالنسبة لي، كما كانت روما. يعني حين نتكلم عن روما فنحن نتحدث عن الإمبراطورية الرومانية بكاملها، حينما نتحدث عن حضارة أثينا نتحدث عن حضارة الإغريق جميعا. إذن فدمشق هي العاصمة، عاصمة القلب وعاصمة التاريخ وعاصمة البطولات. هذا أمر آخر أضفته. لذلك أرجو أن لا تؤخذ كلمة دمشق بمعناها الضيق، فهي أكبر مني ومنك ومن اللغة ومن كل شيء آخر. دمشق هي مواقفها الدائمة، دمشق هي محور الحركة الحضارية في التاريخ ومحضر حركة الحضارة المعاصرة، الناس كلها ترجع إلى دمشق. أن أقول كلمة أخرى تفضل، وهو شهادة أخرى أعلنها على شاشة التلفزيون العربي السوري، أقول إنني مجنون دمشق لا مجنون ليلى، ففي العالم العربي مليون ليلى ولكن ليس هناك إلا دمشق واحدة. ليس بوسعي أن أرد عن دمشق تحيتك إليها، لأن دمشق عاصمة قلبك. نعم، ودمشق هي سورية وهي عبرت عنه كتابة وأردت الآن أن أعبر عن ذلك صوتا وصورة لأقنع الذين يتحدثون عن الإقليمية أن ليس هناك إقليمية بالنسبة لدمشق. دمشق هي الشمس وكل ما حولها وكواكب يدور حولها. ينطلق صوتي هذه المرة من دمشق، ينطلق من بيت أمي وأبي. في الشام تتغير جغرافية جسدي، تصبح كريات دمي خضراء وأبجديتي خضراء. في الشام ينبت لفمي فم جديد، وينبت لصوتي صوت جديد، وتصبح أصابعي قبيلة من الأصابع.